معاشر الصالحين والصالحات، رسول رب العالمين أوصى بهذه الأيام، الأيام الطيبات المباركات، وألا تنفلت منا هذه البداية من شهر ذي الحجة. نسأل الله عز وجل أن يوفقني وإخواني وأخواتي للاهتمام بهذه الأيام، فيها بركات وفيها خيرات. عليكم بالصيام والصدقات، عليكم بتلاوة كتاب الله عز وجل، لأن الله سبحانه عز وجل يحب كل تواب، كل من رجع إلى الطريقة وهيأ لنا هذه المراحل، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام، وبينها كذلك للأمة إلى نهاية هذا العالم. أيها الأحبة في الله، إن الله عز وجل يحبنا، ولا يجوز أن يشك أحد في ذلك. يحبنا، هيأ لنا الأسباب، وقال سبحانه وتعالى: ماذا يفعل الله عز وجل، أو ما يفعل الله عز وجل بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إذا شكر المسلم أو المسلمة، الله عز وجل يتجاوز عنه. ولذلك أيها الأحبة في الله، هذه الأيام أيام ذكر، وأيام قراءة القرآن، وأيام خير وبركات وصدقات وإشارات طيبة. لماذا؟ لأن الله أوصى بذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ركز للصحابة على هذه الأيام. ولذلك أيها الأحبة الكرام، يقول سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة وفي غيرها: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال بعض العلماء: الأمر في هذه الآية اذكروا الله، اذكروا الله فعل أمر، أمرنا الله عز وجل أن نكثر من الذكر، وكل فعل فيه هذا الأمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. ضروري، لا بد الإنسان ألا للمسلم والمسلم ألا يحيد عنه، إلا أن المعنى بهذا الأمر ليس الذكر فحسب، بل الذكر قد يفهمه بعض الناس فقط أن يذكر الله عز وجل هكذا بتسبيحه في الصباح والمساء، ولكن معه كتاب الله عز وجل. إذن إلا أن المعنى بهذا الأمر ليس الذكر فحسب، بل الذكر الكثير، منه قراءة كتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى حينما وصف المنافقين وقال سبحانه وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ذكرهم بالذكر ولكن ذكر قليل. ولذلك معشر الصالحين ومعشر الصالحات، نحن في هذه المدرسة الربانية نريد أن نعلم أنفسنا على أن تدأب ألسنتنا على ذكر الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة، على هؤلاء الذين يذكرون قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمنافق يذكر فقط، أما المؤمن فيذكر ذكرا كثيرا. الله عز وجل قال: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أيها الأحبة في الله، الرسول صلى الله عليه وعلى آله أمرنا وأمر الصحابة قبلنا وأمر الصحابة قبلنا أن يكثروا من الذكر، ذكر الله عز وجل الوارد في أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا ينصب هذا الأمر على ابن
الذكر، بل المقصود الذكر الكبير، ومنه قراءة القرآن. كتاب الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى فيقول: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة. وإنفاق الذهب معروف غالي جدا، خير من إنفاق الذهب وخير من الورق والفضة. إذن قال صلى الله عليه وسلم: وخير لكم، هذا العمل من ذكر الله عز وجل، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم أو يضربوا أعناقهم. قالوا: بلى يا رسول الله، ماذا نفعل؟ قال: ذكر الله تعالى، عليكم أن تذكروا الله تعالى. وأنا أركز هنا الذكر الوارد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لا فيه ذكر شطحات ولا ذكر ديال الكذب ولا ذكر ديال الحلقة التي تدعو بشيء قد لا يكون تكون له علاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم. اذكروا الله بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الأحباب الكرام، الذكر فوائد كثيرة، منها أنه يطرد الشيطان، الشيطان يترصص إلى قلوبنا أو يريد أن يدخل بيننا وبين الله عز وجل، يريد أن يمنعنا من الخير، ويريد أن يمنعنا، وبغيته الكثير حقيقية هو أن يبعدنا عن كل خير، أن يبعدنا عن المساجد، أن يبعدنا عن ذكر الله عز وجل. إذن يطرد الشيطان، هذا الذكر يطرد الشيطان ويرضي الرحمن وينزل الهم ويبعد الهم والغم عن القلب ويشرق الفرح إلى نفس المؤمن. قال عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جرب هذا ستجد أن هذا الذكر المتوالي الثابت المركز الثابت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يطمئن قلوب المؤمنين، يحيي فيه الهمة إذن، وينزل الهم وينزل كذلك كل انتكاسة، كل انتكاسة يشير إليها الشيطان. ولذلك الذكر ينقي القلب، يذهب عنه هذا وساوس الشيطان، ويجلب الفرح إلى نفس المؤمن. إذن ألا بذكر الله، يقول عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سهل ملف القضية أن تذكر الله في كل حال وعلى كل أحوالك. لماذا؟ لأن فيها طيبوة. أيها الطيبون والطيبات، السعادة كلها بذكر الله عز وجل، والمعيشة التي تعذب صاحبها سببها البعد عن الله. قال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا معيشة. كثير من الناس يجرون وراء قطع الخبز أو في تيسير أموره الحياتية في كل ما له علاقة بالطعام والشراب واللباس. ولذلك ربنا سبحانه عز وجل قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنكا الزيارة، واحد يجب أن يجلس وفده ويخدم الليل ونهار، ولكن لا وضوء ولا صلاة ولا ذكر. إذن فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن يقول كيف يقول يا رب علاش كذا؟ يقول: كذلك جاءتك آياتي وجاءتك أذكاري عن طريق رسول رب العالمين ثم أعرضت عنها. إذن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد. الله عز وجل يريد منا أيها الأحبة أن نقترب منه. إذن كل هذا لا
يحقق السعادة. هذه النعم يعطيها الله عز وجل كثيرين من خلقه، ولكنه لا يسعده. يعطيه نعم رحمه لا يسعده كذا كل شيء، ولكنه يشعر باختلاط، ويشعر بمغص، ويشعر بضيق نفسي. ولذلك الذكر يبعده، الذكر يميت محبة الله. أيها الأحبة، الذكر أيها الأحبة روح الإسلام وقطب وحي الدين ومدار السعادة والنجاة. ولذلك لمن أراد راحة النفس فعليه بقراءة القرآن، فعليه بالأذكار المسنونة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. جبنا أذكار وكذا ونقلها للمدينة، وانظر إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ترى عجبا. ولذلك الذكر على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعد الغفلة حتى يغدو الإنسان بعيدا كالحجر الصماء أو الحجرة الصماء. لماذا؟ لأنه ابتعد عن ذكر الله. فإذا ذكر المؤمن والمؤمنة ربهما دابت تلك القسوة التي تكون في القلوب. كثير من الذكر وذكرها وكثير من قراءة القرآن ترى عجبا تزول عنك تلك الشدة التي تأخذ القلوب. إذن كما يذوب الرصاص تحت الحرارة كذلك ستذوب تلك الزيارة التي يكون شاد الإنسان يذوب بإذن الله عز وجل. يذيبه الله تعالى ويحل محله الشفاء. وذكر الناس دائما، وذكر الناس بمن تحب رحمه انه يتكلم في الناس ويعتبر انه يتحرك كذا القلب ديالو يتزير. ذكر الناس دائما كما قال الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا اي ابحثوا عن الحلاوه في ثلاثه، ابحثوا عن الحلاوه انفسكم في الصلاه والذكر وقراءه القران، فان وجدتم ذلك الباب الذي يسره الله تعالى لكل خير. أيها الأحبة في الله، ربنا سبحانه عز وجل لا شك أنه ستير، وهو يسمي نفسه ستيرا، ولذلك يسترك ويستر زوجك وأبنائك وأولادك وتجارتك إذا كنت على منهج التعامل مع كتاب الله أعظم الذكر. كيف نتعامل مع القرآن الكريم؟ هذا لا بد أن نجلس له مع مجلسية أصحاب وجه تعلم صاحب الكتاب، تعلم كيف تقرأ القرآن، كيف تعيش مع كتاب الله عز وجل. إذن كل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأه ويعلم الصحابة آية آية، نماذج يبينها للصحابة. كلما جلست تقرأ القرآن، وقرآن كما قال عز وجل: فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، تقرأه بطريقة مرتبة شوية نساعد بها كل من أراد أن يسير في هذا الخط. ولذلك ربنا يقول: ما نزله الله تنزيلا، وهذا علم نزله على رسول الله تنزيلا، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم الى الصحابه ويؤكد لهم على قراءه القران. حينما قال: ان رمضان فرض ان تجي على فردان فالصحابه في سبع احزاب ليس هذا، ليس ان تقرا بانتظام وتقرا بالطريقه التي يريدها الله عز وجل في قوله: ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ترتيب ترتيل ما هو ترتيل؟ الى معشر ترتيل فينا اردت الشيء معناه بينه وبين حروفه حتى تشبع منه القلوب وتتاثر به النفوس. أيها الأحبة في الله، مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مجالس ذكر، إما كلمة لا
يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما ذكرا أو لا يحدثهم في هذه العرصة أو حدائق القرآن الكريم. إذن المطلوب منا لتكون القلوب أنفجر يقرأ وتدبر، اقرأ وتدبر. لماذا؟ لأن هذا التدبر هو الذي يبين لك الحقيقة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أجدر على الرسول، ما هي مهمته؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل في ضلال من الصحابة، كانوا مشتتين وكانوا في ضلال وكانوا يعبدون الحجارة، ولكن لما أراد الله بهم خيرا أرجعهم إلى الطريق المستقيم. وفقنا الله وإياكم للرجوع إلى الطريق المستقيم، وفقنا الله وإياكم للمداومة والجلوس. لا بد أن نجلس هذه النفوس، ما تبغيش يجلس كاع، اجلس مع القرآن. ولذلك سترى راحة كثيرة ومداومة على كتاب رب العالمين، ستجد فيه خيرا كثيرا. فقنا وإياكم كل خير، وهدانا لما يحبه ويرضاه، آمين. خلاصة هذا الكلام أن لا يفلت وأن لا يطير وأن لا يفتعد، وأن تدرب نفسك على أو لسانك على أن يذكر الله. سيارات، طائرات، الأرض، فما كلها لا بد أن تذكر الله عز وجل. لنوفقنا سبحانه وتعالى وإياكم إلى الخير. ترطيب اللسان بذكر الله، لا ترطيب اللسان بالحضرات والأحضرات. ولذلك هذه مصيبتنا كبيرة، لا تربع وهو يتحدثون في لا شيء، تأتيهم الشياطين من كل مكان وتبعدهم عن كلام ربنا وحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلوات ربي وسلامه على سيد الخلق أجمعين. علمنا كل شيء، الصحابة فرحوا، علمهم كل شيء حتى دخول المحل، تصور حتى دخول، قالوا حتى دخول الخلاء، وخلاش نجلس الخل، إذا ما كاين ما كاين الخل تعرف يدخل كيفاش يدخل الخلاء، يدخل من دم اليمنية، لا يجوز أن تستعمل اليمنى من دخول المحل، استعمل اليسرى، واخرج باليمنى، ثم الدعاء يجب أن تحفظه، ويجب أن يذوق على ذاكرتك. سيد الخلق أجمعين، ما ترك شيئا إلا هيأه لنا، ما ترك شيئا إلا أشار إليه صلى الله عليه وعلى آله. أيها الإخوة والأخوات، علينا أن نجلس جلسة مع محب الله، مع ذكر الله عز وجل، أو نجلس مع من يذكرنا بالله تعالى، يذكرنا بالله إما بآية قرآنية أو بحديث شريف، هكذا مش بيقول هذا أعمل مباشرة أخرج، لا، أن تذكر الله عز وجل وتأخذ من كتاب الله، أو من يستطيع أن يفسر شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حتى سيرة الرسول الكريم وصحابته أجلاء. أخي أختي، بلا شك تشعر بأن جلسة مباركة تحفها الملائكة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أؤكد أن كثير من الناس قد يمثل الملائكة مزين الصفوف، راغب صاحب أحمد كلمة خبير معنا كذا، ومش كل من صار عليهم ما يستحقون الملائكة فينا إلا
ملائكة مكياج، أنت مؤمن بالله، أنت مؤمن بالله، مؤمن بما قاله صلى الله عليه وسلم، وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتشهد أن هذه الملائكة مخلوقات ربانية خلقها الله كما يريد، ولذلك تعقل في وتجلس في المساجد. ويوم الجمعة تكون كما أشرت لكم آنفا وسابقا، فكتكون برادة المسجد نهار الجمعة، ولذلك توزعوا الجوائز، توزعوا واحد تعطيه الناقة، تستوي 7 مليون حساب ديالها لخير، تعطيه 8 ناقة، ثم تأتي البقرة، وهكذا 6 ناقة 40 فريال من الآخرين، ثم ينزل إلى الكبش، وهكذا إلى المعز. لا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم حتى الدجاجة وحتى البيضة، بيضة ضربة على اليد توا ضربة يديك يقدروا، لماذا؟ لأن الإنسان هذاك يشوف هنا وهنا وهنا، ما دخل المسجد فقط ولا يدخل، وعصى بيضة، 8 بيضة سجلها في كتابه، سجلها في السجل الذي كلف به الله عز وجل هذه الملائكة، كل شيء مكتوب. كل شيء ستجده مكتوبا، حتى في كلام تخ نظرك لا يستوصف. ولذلك جلسة مباركة تحفها الملائكة، هذه الجلسة المباركة طيبة يركز عليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله، فيها تجليات وفيها شعور خاص وفيها صعور خاص لقول الله عز وجل، وتقول اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم يسر الدعاء. تدعو معك انت في المجلس، تخرج مرتاحا، يخرج خلقك في كامل السرور. ولذلك من الجلسه التي تكون في ذكر الله عز وجل قد تكون حسره وندامه على الباقين، على الذين يقفون خارج المسجد ويصلون مع المسجد في الاخير، تدريج للجنه وتدريج للجهه الاخرى الى اخره. ولذلك ايها الاحبه في الله، قال صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة تمر بابن آدم، اسمع هذا، ما من ساعة، دقيقة، ثانية، ساعة، أربع ساعة، كل ما يمر بابن آدم ولم يذكر فيه الله عز وجل إلا تحط لك شيء يتحسر يوم القيامة، فيدوز له الميلس دياله ويشوف كل أخوانه، ما تقول هذا ولذلك سيتحصر يوم القيامة، سيتحصر يوم القيامة حصرة ما بقاش من الدين. إذا قد يكون البيت والطعام متواضعا والضيافة كذلك قليلة، لكن صاحبه يفرح بك، يفرح بك ويحتفي بحضورك ويردد نحن في جلسة، والله نحن توحشناك، ولكن تعرفش يعني الطعام، ولكن ترتاح به، ويخرج الضيف فرحا نشطا في فرح شديد، ينشرح الصدر بالفرحان لصاحب البيت، الله يرحمك هنا، والملائكة ترحم بك في المجلس، تدخل الناس بأحسن حال، أمام أنك اغتسلت وكذلك تطيبت وجئت إلى المسجد، الله عز وجل هيأ لك ويوم القيامة هي التي ستفتح المجال للمؤمنين والمؤمنات إلى بيوت الله في الجنان، جنات عدن، جنات الخيرات، هي تجربة منك أنت أسأل ديرك في التسكير أو في المعسلة، هذا الشيء كثير. مما الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين أصغر قصر أو الأرض جدا مرة، الأرض قرآنية تقرأ في جغرافيا، الأرض إذن هذه الجنان أقل واحد، وسيخرج الناس جميعاً كما تلاحظون، سيدخل البعض نسأل الله أن يعافينا وإياكم، وسيغتسلون ويقول هل شخص شيش يكون معهم ودخل لماذا؟ لأن ذنوبهم كانت كثيرة تستحق ذلك. أيها الأحبة في الله، لن تشعر بانقباض في المسجد، لمن مرتاح تشعر براحة في قراءة القرآن، تشعر براحة في خيرات البيوتات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا
الشخص ما يخرج من دماغك هذا الا حفته من الفريح. لا، انت في جلسه القران او في جلسه الذكر او في جلسه العلم، الله عز وجل بين لنا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله في من عند سكته يذكرهم الله فلان فلان فلان. ولد ولد شو ولد ويحب ان تشعر ايها المؤمن بهذا الخير. لذلك الدنيا خير مباشره من غير ترك السبيل يجوز بحصول عن سائقه وفي روايته ورشدته ونجد اجل مجد ويجمع بين يديك ثم هكذا تجتمع وتنتقل الى العالمين. اذا باش عندك شيء دير من خيرات دارها من صدقات من خيرات من كلام طيب من معامله طيبه وهكذا من جوار حسن طيب وهكذا. هذا هو لعب خمس سنوات. ولكن اسال الله اخواني واخواتي ان يوفق الله بالخير. يا رب وفقنا لما في خير. اللهم اهدنا واهدنا واهدنا سبب من اهتدى ووفق الله لما تحب وترضاه كل المؤمنين والمؤمنات الطيبين والطيبات في هذه الايام المباركه من هذه العشر الاوائل من الحجه الى خير كثير. اقدر يصوم يصوم ما خرجش ما عليه والو يصوم ويقدم الصدقات اكثر ما بلس. اذا صمت هذه الايام فما ربطوش بالسك ولكن في خير وفي جوع الحمد لله. ولذلك عليك ان تصوم واحاول تاكل شي حاجه تمرات قبل صلاه الصبح واخر صلاه الصبح وثم الله تعالى سيمكن لك وترى الخير كثير في هذا الذي اشار اليه قال صلى الله عليه وسلم وتعيش مع الحجاج الان في هذا العصر. يجتهدون ليكونوا في احسن حال مع هذا البيت الحرام. نسال الله عز وجل ان لا يعيقنا او يعيق طريقنا لحج بيت الله الحرام. يا رب العالمين يا سيد القران الكريم اللهم اهدنا بالبلاد على سبب الهدى وفق اللهم ما تحبه وترضى امين. واغفر لنا اجمعين واغفر لاخواننا واخواتنا يا رب العالمين. اجعلنا هذا البلد المتوحد بسبب بلاد المسلمين وفق اللهم ما تحبه وترضى. اكرمنا يا رب العالمين ايمانا اشرت اليه في كتابه يا رب ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى امين. اسال الله ان يعافينا.